مساكم سعيد مشاهدينا الاعزاء، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من رجل في قبضه النساء. لبنى خيري، ملاذ حسين، وداليا عطا الله احمد. اهلا بكم مشاهدينا رجل في قبضه النساء وقبضه جديده. في قبضتنا لليوم هو الاستاذ محجوب عروه، الصحفي والناشر وصاحب اكثر من تجربه في تاسيس الصحف، وبجانب ذلك فهو من أصحاب المواقف القوية والإفادات المثيرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عروة، وقولوا حسنا. مرحبا بك، كل سنة وانت طيب. رمضان كريم، أشكركم على هذه الجلسة الطيبة في قبضتكن. أتخلص. مرحبا بك، كل سنة وانت طيب. وعمودك صحفي عنوان قولوا حسنا. أول حاجة عايزين نتعرف على اختيارك على هذا العنوان، لكن بالرغم من ذلك أنت قاسي وفي كثير من الانتقادات هذا العمود، أين الحسن في ذلك؟ شكرا جزيلا. قولوا حسنا طبعا بدأ من عام 85 بعد الانتفاضة، بعد ما طلعنا من السجن، سجن شالة بعد الانتفاضة، كنا أول طيارة نزلت، وكان عندي صحيفة سوداني، وشعرت الصراع السياسي كان عنيف واتهامات متبادله وشتائم اسف شديد يعني، وكان راي انه حق الرئاسة يكون في نوع من يعني القول الحسم، محاوله اصلاح، محاوله. كان اول مقال حتى كتبته في الصحافه انه اذا استمرينا بهذه الطريقه والشتائم والسدنه والصراعات حيجي انقلاب جديد. كان 85، فكان لابد اختيار عنوان العمود أن نقول حسنا. حسن تقول حسنا أيها السياسيون، هذا أول يقول فقط ولا يفعل، والقول يقول يقول يفعل العمل. وكان الكلام يقول في الصحف يعني في الجرائد يعني. هذا أول طوفان، قولوا حسنا، تحدث بحديث مسؤول، كونوا سياسيين مسؤولين، لا تتنابذوا بالألقاب، لا تتصارعوا، بالتالي تجدر الديمقراطية. نعم. تفتكر انه ده زمن قولي بس وكلام بس؟ ما انا طبعا مهمتي اقول، انا ما عندي بندقيه ولا عندي بالنسبه للاخرين يعني. كان لابد لما هي نوع من توجيه السياسي. قول القران ده ما جاء بفعل، جاء بيقرا الكتابات في الوقت ده ما كانت كاسلامي يا استاذ عروة. نعم، يعني كتاباتك في العمود ما كانت كاسلامي من نظره اسلاميه. نعم، انا طبعا كنت اسلامي، انا اسلامي قديم 65 طالب في المسار يعني، وبالتالي ما انشات الجريده ممكن السوداني والوان كان جرائد دعم الاتجاه الاسلامي حقيقه. والعمودك فيه استشهاد بايات قرانيه الالوان مثلا بدات قبالي، كان مستمر جد بعدها طوالي، فكده دعم الحركه الاسلاميه، دعم الحركه الاسلاميه في البلاد يعني حقيقه يعني. اذا اعترف بذلك يعني. وسقطت الديمقراطيه اللي انت الان بتنادي بها؟ سقطناها، ما سقطتها انا، سقطتها فشل الأحزاب. لا، ما هم كان بيدعوا للديمقراطية، طالما أنتم مؤمنين بالعدالة والحريات والديمقراطية كان ممكن تدعموها بدلا من أنكم تهاجموها. ما دعمناها، ما هاجمناها، احنا نصلحة وما هجوم، ومحاول إصلاح بالقول بالرأي بالفكر. لا، مشكلتهم كانت شنو؟ الأحزاب. الأحزاب كانت يعني مشغولة مارست نفس الأفعال والأفكار اللي بدأ بعد الاستغلال. صراعات وشتائم ويعني صراعات عنيفة كانت يعني. وبالتالي نقول يا إخواننا هذا الطريق والصراعات أكتوبر بعد أكتوبر، عشنا بعد أكتوبر 64 إلى 69 نفس الصراعات، نفس الشتائم، نفس القول السيء صراحة. الحرب أولها كلام، الحرب أولها كلام. وبالتالي كلامنا أنه الرأي أخواننا إذا هاي الحزام إذا لم تحصر القول تحصر التعبير والهنشأ رقم شهداء مش 64، كل الأحزاب أنا عشناها من 56، كل الأحزاب يا أستاذ عروة، كل الأحزاب يعني، حتى الخطاب الإسلامي كان سيء، حتى الإسلاميين، حتى الإسلاميين إسلاميين عشناها من 56 مش من 64. أنا شخصيا عمري 9 سنين كان وقت ذاك، فقلت عنوان في جريدة توتي تصفع أسهري تدي كف يعني، تدي أسهري كف أسهري، قالوا شنو التوتي طلعت ضد أسهري. فالعنوان على الجريدة الجماهير تعتبر الحزب البشار كان ضد الاتحادين، توتي تصفع أسهري وشتائم طيب أنتم استخدمتوا نفس الأسلوب في السودان الدولية؟ لا، السودان كانت معتدة جدا، في الألوان شوية كانت حادة. ألوان وحلمنتيش بتفتكر يا أستاذ يعني الوطن، الألوان والوطن وحلمنتيش كانوا عنف سياسي شديد والميدان. نعم. والميدان
للصراع كان عليه جدا بدات يعني كلها. وبالتالي اجندتكم كانت شنو غير الاصلاح؟ انتم كنتم مصرين انكم تسقطوا الديمقراطيه؟ لا لا ابدا لا، ما كنا لا بالعكس نصح الديمقراطيه بالعكس تماما ما عايزين نصح الديمقراطيه. ما كان في اجندتين انه في سلطه وانقلاب حقيقي؟ لا لا ابدا. ده طبعا ده الصراع بصراحه انا رايي شخصي الانقلاب ده عمله جون جرنج. قول لي كيف؟ جرنج بعد انتفاضه 85 كان ممكن يجي السودان ويعمل حزبه صح؟ زي الاخرين تحادير العموم تحادير رفض بده يملك شروطه قاعد في اثيوبيا يملك شروط له الشروط دي بيقول انه الغوا اتفاقيه ايه والغوا اتفاقيه ايه والغوا الشريعه وكذا يعني قرر انه كان يعمل حزبه زي الاخرين ما في حزب في عنده قوه مسك البلد كلها لكن رفضه لانه عمل حزبه عمل سياسي اصر على التمرد واستخدام السلاح. طيب رد الفعل شنو؟ اصير صقل الماده مجلس الوزراء قال رد الفعل بتاع قال ده حي رد الفعل عارف منه. نعم استاذ عمر يمكن ممكن يرجعوا يتطرقوا كان الاسلاميين جو عشان الجنوب كان حالته صعبه؟ لا ايوه الاسلاميين جو. شوف الاسلاميين قصه طويله عشنا اكثر من 30 40 سنه. لا احنا عايزين نعرف السبب الحقيقي اللي خلاهم يجوا. السبب المباشر كانوا بيفتكروا انه في انقلابات اخرى شغاله اخر مذكره الجيش. بتفتخر بمسيرتك في الحركه الاسلاميه؟ افتخر بها جدا. ليه غادرتها طيب؟ انا ما انا لو فصلت فصلت طيب فصلت انا صحيفه السودان الدوليه 64 كانت جريده ناقده انا كان رايي بعد الانغاز انا كنت عضو مجلس الوطني عضو برلمان كان رايي انه حق اسلاميه تبدا بانتهت الان تبدا الحوار تبدا بالديمقراطيه ما تنتهي مش تنتهي بها هي بدت بسياسه احتلازيه اعتقالات واقصاء الاخر صح؟ الفرق شنو بين الحركه انتقدت المساله دي الفرق شنو بين الحركه الاسلاميه في الستينات والحركه الاسلاميه؟ الحركه الاسلاميه في الستينات كانت حركه ديمقراطيه تدور الدستور كانت ديمقراطيه كان الحركه الاسلاميه ضد الانقلابات العسكريه في العالم العربي والآن. ضد الناصريه ضد الشيوعيه ضد البعثيه لكن اسوء شيء بعد انقلاب الانغاز تحولت للسلطويه طيب ده خطا كبير في رايي مهمه يا استاذ عروه الحركه الاسلاميه يجب ان تكون ديمقراطيه حتى الآن يندم ديمقراطية يعني أنت حوربته طيب عشان أسألك أنت كنت نميري قلت رفدك من الصحافة ومن الخارجية نعم كان عهد شمولي وكان عندك دور فيه نعم. الآن عهد شمولي وإنت برضو كان جزء من هذه الشمولية وبرضو قلت بعد ذلك تمت محاربتك ماذا يعني ذلك؟ في البداية طبعا لما قبت الإنغاز كان رأي شخصي الإنغاز بعد تأمي نفسها تعمل نظام ديمقراطي تفتح الحريات حرية الصحافة وتحدثت في مؤتمر الإعلام أنزل حرية الصحافة ضد عكس الآخرين في مؤتمر المجلس الوطني كنت أتحدث عن الحريات وطالب بالوفاق الوطني بالديمقراطية والسياسة الخارجية طيب الارتياد كان ضد مركز القوة في مركز القوة في النظام ما كان داري كان قلت للإخوان أنتوا أخطأتوا خطأ كبير أنتوا جيدوا عشان تصحوا الأحوال السياسية بالتالي ما تعملوا في نفس النهج فصلت ليش انت على الشيوعيين والبعثيين والناصريين يعني القصه دي شنو فشل في انه يطوروا الفكره ولا خايفين انا افتكر الحركه الاسلاميه اختطفت كيف من منو اختطفت من قيادتها منو يعني علي عثمان قيادتها كلها قياده الفردي كلهم اربعه الترابي كلهم الجاز كلهم اختطفوا تنظيم هم القياده زي قياده الطيار اختطفوا الطيار اختطفوا فهم شنو هم دارين بيفتكروا انه طبعا في احتمالين لكن يكون موضوعي احتمال اجتهاد خاطئ انه والله احنا نجزر الامن احتمال يعني اجتهاد او اجتهاد له اجر ولا كان اخطاء احتمال ترى يكون في سونيه خلونا انا بترك القارئ والمستمع هل سونيه ولا ليه ما قلت رايك ده استاذ عروه الا بعد ما طلعوا يعني نافع لما هيبتوا انتقدتوا الا بعد خروجه قلت لا ابدا وحتى على قلت بعد قلت في اول بعد شهر من الانغاز في مؤتمر الاعلام اول مؤتمر الاعلام طلعت بصحافه حره وتيارت على الحركة الإسلامية نعم لكن حرارة. الحديث عن نافع وعلي عثمان والانتقادات تمت والهجوم عليهم بعد خروجهم أبدا قبل خروجهم 200 قبل خروجهم كان موقف 91 في المجلس الانتقالي كان دور عنده دور انتقدتهم قبل خروجهم نعم طيب أكثر حاجة الموقف اللي حصل بس دي دالية مهمة الموقف اللي حصل من قبل علي عثمان في المجلس الوطني الانتقالي أنت لما كان القانون بتاع بنك السودان وقلت أنت زي كان عندك رأي يعني هو قدم ورقة ل محمد الأمين خليفة ومنعك تتكلم هل ده سبب الغبن بينك وبين علي عثمان خلاك بعد ذاك تكتب عنه؟ هو ما أقول غبن لكن اختلاف وجهة نظر أنا رأيي أن يكون في حريات وفاق وطني وحرية الصحافة
حريات سياسية. كنت عايز شنو يوم طرحت في المجلس الوطني؟ كان انتقدت قانون البنك السودان. قانون البنك السودان قانون سلطوي. ما بدي يعني كان عنيف. بالتالي قدمت مسألة مستعجلة. نقد قانون بنك السودان. محمد الأمين خليفة كان ضعيف كوني إنه. كان ضعيف. أنا كان ضعيف. وليه غضبت من علي عثمان محمد طه تحديدا لأنه كان دفعتك؟ وهو ما عشان ده اشتغلنا سوا في الجامعة في مكتب الثانويات. أنا ما بدي أسأل على صراع عادية أسأل يعني. أنا ما شخص يعني في فترة ما كان يعني. في علاقة بيناتكم خالص. هو كان نبيل أمين عام مستلم السلطة. لكن تقديراتهم السياسية أن هم يكون سياسة احترازية يقبضوا على السلطة عشان خوفا من الآخرين. هم أقول لي حاجة، حركة الإسلامية السودانية أساسا سنة 40 بدأت خوفا من الشيوعيين. خوفا دخلوا لحد الليل. الحركة الإسلامية دخلت بين تيارين، تيار الإخوان المسلمين في مصر صح؟ حسن البنا جو من مصر، والتيار الثاني عن طريق شنو؟ ضد الشيوعية في السودان. حركة التحرير الإسلامية زي الشيوعية دخلت من أثر محلي الإنجليز، كان في شيوعيين إنجليز، وأثر الثاني من مصر عبد الخالق المحدود من أهل الكوريل. فالحركة الإسلامية والشيوعية دخلوا بأثرين. طيب شنو أكثر توجه أغضبك أو خلاك تعادي المؤتمر الوطني بعد ما كنت مناصر له؟ الحريات والوفاق الوطني والسياسة الاحترازية وتولية الناس العناصر ما على كفاءة على الولاء. الآن تغير الأمر ده؟ لحد ما في تطور يعني بعد بعد الحوار. طيب انت ما كنت عارف توجههم من البداية ولا حاسس انك الشيء فهمانه ان هذا الانقلاب ما حيكون سلطوي، حيصلح الأحوال السياسية ويعيد الحريات للناس. السؤال لماذا لم يحدث ذلك؟ لماذا لم يحدث ذلك؟ في تقديري الشخصي نقدر نقول حتى يا إما يا سنية يا اجتهاد. خلينا نقول ده اجتهاد خاطئ. ما نقول سنية يعني ما دخلش في نية الناس. نقول ده اجتهاد خاطئ صح؟ اجتهاد وقال والله سياسة احترازية سلطوية قابضة خوفا من شنو؟ الخارجي. فدي في النهاية قبضت على الناس وخنقت الناس. في النهاية قبضت على الناس وخنقت الناس. بدأ خطأ، بدأ اختلاف معهم أنا. طيب الآن إذا تطور. أنا المبدأ ما ضده الإسلام كإسلام ما ضده. الإسلام السياسي طيب. السياسي أبتكر إسلام سياسي خطأ. الإسلام السياسي تحول لسلطوية. يعني بتشوف مصر مثلاً. المصريين خافوا من الإخوان المصريين في مصر يعملوا عمل في السودان. بالتالي حاربهم خوف يعني. أنا في أي حاجة إسلامي أخطأ خطأ كبير أخذ منهج غير ديمقراطي، منهج سلطوي، منهج يعني كان يكون فيه وفاق وطني إقصائي. واشتغلت على الهندي ده، أنا اشتغلت عشان أجي وفي المجلس الوطني وفي الصحافة وهكذا يعني. طيب بعد الحوار الوطني لو الآن حصل لهم تطور وفهموا إنه لازم يكون في بسط حريات، أنت ممكن تطالب بإنك تنتسب للمؤتمر الوطني؟ أنا ما تاني دقني ما حسيت أنا بزور خالص. دقني تاني بس أنا بزور تاني أقوى في عيد بتاعي. ليه ما بتثق فيهم؟ لا بفتكر انه كصحفي مهني اشتغل صحافه. التجربه الاسلاميه بالنسبه لك خلاص اتهرمنا. طيب انت بتتكلم دائما عن انه يعني ندمان انك اشتغلت سياسه. ما ندمان لا ما ندمان صح، ما بقدر اقول ندمان لا ما لكن بفتكر انه يعني مهمتي كمهني اقول راي. اقول راي ما يعني ما الاسرار اللي بيملكها محجوب عروه شنو لا يعرفها الاخرين عن الحركه الاسلاميه؟ دائما بتتكلم عنه عندك اسرار. طبعا حق زي انا اشتغلت من 65 كنت طالب في الثانوي. وكانت الوقت ذاك يعني حركه مجتمع حركه سياسيه. الاسرار طبعا هي بدات العمل العسكري بعد انقلاب مايو. لحد 69 ما كان عندها افكار انقلابيه ولا يخشوا الجيش. كانت اكتوبر دي خلاص ما في انقلاب ثاني. لكن مايو خوفتهم. انا رايي الخوف في 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 وهم. الخوف الشديد. دائما في عدو كده متلبس بك يعني. الخوف ده خلاهم دائما من الشيوعية من الخمسينات يعني. الخوف ده خلاهم دائما شنو؟ يفكر في انه يعمل يعني سياسة احترازية. ورأي الأحزاب ساعدتهم في الخوف ده زيادة. خاصة يعني مزيكة الجيش، حل حزب الشيوعية مثلا، كانوا خايفين من حزب الشيوعية من انقلاب. لكن انت لما تتكلم عن أسرار الناس بيفتكروا انه في أسرار خاصة جدا زي اللي أفرغ يمكن دكتور الترابي بعد المفاصلة، يعني إنه تملك أسرار عن شخوص أو أشخاص داخل الحركة الإسلامية. يعني بملك الأوام، أنا ما في موقع أتكلم عن أسرار يعني ما من الأخلاق. ديل قلت عنهم هؤلاء مرتزقة داخل الحركة الإسلامية قاصد منهم.
ما اقدر اقول شخص محدد، لكن ليه ما قلت صدرات وجهاز؟ والله ما صدرات جهاز، ما صدرات بلا كتار مرتزقه كتار يعني هو طبعا شوف الاسفل الشديد للمثقفين، بعض المثقفين السودانيين يعني مصالحهم اهم من اهم من صاحب البلد. مصالحهم شنو يعني الشخصيه؟ شخصيه اي دارين شنو بيوت اموال دارين شنو اموال عايزين وزارات عايزين كتار كم يعني بتعدوا ولا ما بتعدوا؟ والله كتار خلص انتظر. وانت ما لقيت من الحركه الاسلاميه؟ هم سووا شكل حركه اسلاميه. انت ما لقيت؟ انت في النهايه تم تعويضك ب 18 قطعه ارض. 13 13 ولا 18؟ 13 13. طيب كثيره 13 زي ما قلت. دي قصه طويله بقى بدي احكي لك جدا. طيب لما 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 صدروا اموالي وضربوا التكلفه طلعت 297 مليون يا اقل من الفروض الدينيه لهم. جبتها من وين في الوقت ذاك؟ لا ما كان لي مطبعه انا. كان لي مطبعه وريك عندي مطبعه وعندي شغال وجدي كان شغال يعني. مطبعه ذاتي انا ما جاي مش مقطوعه يا استاذ. لا المطبعه ذاتي اسره كبيره محترمه اسره غنيه جدا وعندي اموال الحمد لله. يعني انت وارث؟ وارث ايوه. لا لا جاي من اسره معروفه المجتمع السوداني. نعم نعم. ما جاي مش مقطوعه يعني. نعم. وعملت الجريده وعملت بضمانات واشتغلت يعني. هل لما صادروني كان قدر المطلوب 297 مليون. هي استلم الماليه واحد زميلي بعدي قال لي خلينا قعدت بيد الماليه ما عندها قروش هذول 10 سنين خليته ادوك لها اراضي. عملت بها شنو الاراضي؟ والله للاسف بعتها عملت بها الراي العام ثاني. سبحان للاسف الراي العام عصبت الراي العام اخذتها من بعد ثاني اخذتها من بعد ثاني. ليه للاسف؟ لانه ضاعت كلها صدرت ثاني. واحد من كبار الصحفيين. انت ما كنت بتدرس انه في مخاطره في الموضوع ده؟ والله بس غلطان. واحد من كبار الصحفيين واحد من كبار الصحفيين قال عنك انه انت احسن من يبني واحسن من يهدم. صح كيف؟ واحد قال كده. ما اهدم ما بهدم انا ما انا بالنسبه لتاسيس الصحف انا هدمت يعني. ايوه تاسيس الصحف والمجلات اسست السوداني الراي العام الصحافه والسودان الدوليه والدستور واسست صحافه واشتغلت في الوطن الاخيره ببني وهذا المشكله وين دائما الاخرين بيضربوني يضربوني حتى في تحدي يعني باستقلال ولا يعني ما بسمع كلام ما بسمع كلام. حاس انك محارب؟ محارب نعم تماما حتى الان يعني السودان الذي شو الان منك يعني بس ولا ادري ولا ملي محاربك منو طيب؟ سلطه طيب. ما بدي اسالك عن ليه ما بتفتخر؟ السلطه الاسباب شنو؟ اسباب التكنولوجيا يعني انا بفتح الصحيفه لراي اخر. نعم بتفتخر بتجربه السوداني ليه وبتقول انك ما كنت مرتاح في الراي العام؟ الراي العام؟ الراي العام طبعا بديت انا اشتريت الراي العام نعم لكن حوربت فيها وللاسف في ناس شاركوا في حرب جوا الراي العام. السوداني ما نفس الشيء في النهايه بيحتها لكن ما بعتها بيعتها وبيعتها. طيب ما نفس التجربه ليه بتقول بتعتز بالسوداني والراي العام لا؟ الراي العام دي كانت والله الراي العام كانت يعني تجربه يعني مؤلمه شديد. الراي العام احسن من عوضوني قروش. لكن السوداني ولا شيء. ما رغم كده مجله الدستور لما طلعتها طلعت فيها يعني حدث اللي هو في النهايه صادروه وقفلوا عليك انك انت كنت فدائي بنفسك وبمجلتك انك تتكلم عن شهداء سبتمبر. والله يعني كان حدث لازم حدث لكن انت عارف عواقبه شنو؟ فرض نصف يعني كنت عارف عواقبه شنو لازم؟ انا طبعا رايي في الصحافه حق الصحافه تكون حره. الله سبحانه وتعالى ما خلق بني ادم مسمى له قال له ارجع له فيها وسد فيها حكمه حق حكمه الخلق دي الحريه. الله خلق الانسان والملائكه اللي ما تخلوا الانسان حيفسد ارض مشيها حريه اساس لا اكراه في الدين. لا ما مفروض يكون يعني اي قيود على الصحافه خالص. لا القيود شنو؟ قيود مهنيه قيود قضائيه زي شنو مثلا؟ حتى القضاء مثلا انا اخطات مش القضاء في القضاء لكن ما باسلوب اداري. يعني ما ممكن نتحدث في الامن او ولا ممكن نتحدث في الامن؟ في العالم الحر بيتحدث بس انا متخلف طبعا زي مصر زي سوريا زي بلاد كل بلد متخلف يعني متخلف ولا ديكتاتوري؟ ما التخلف بيجي بالديكتاتورية. طيب استاذ عروة باعتبارك صحفي وناشر ما هي اكثر المشكلات الصحافة اللي بتؤرقك انت الان وتؤرق الصحفيين؟ بس عايزين اجابة بدون بنج ومسكنات. طيب المشاكل كالاتي سياسيا طبعا القبضة الحكومية يعني محاصرة
ما في حريه كامله، طبعا ما في حريه كامله، لكن الحريه نصكم يعني ما حريه كامله يعني. اثنين اقتصاديا الاعلام ضعيف والتكلفه عاليه والاقتصاد ما بشيل الاقتصاد السوداني كله، ما بدي اعلان كافي للمؤسسات الصحفيه لانه اقتصادكم منتعش، اقتصادكم منتعش بيعمل اعلانات صح؟ بعدين بدي شغل ثاني. وانت قلت عندك حلول او مقترحات لانفراج الاقتصاد السوداني؟ والله عندي انا رؤيه طرحتها في المؤتمر في الحوار الوطني، بفتكر انه الزراعه ما ادتنا حاجه. نهضه زراعيه ما ادتنا حاجه ولا ما اهتموا بها؟ هم حاولوا يهتموا لكن فشلوا. نتيجه لانه الاموال، شوف حاجه، الميزانيه الدوله 80% ماشيه للامن والدفاع. نتيجه للحروب الاهليه دارفور وكردفان وكذا صح؟ وده خطا طرفين، خطا الحكومه وخطا المتمردين نفسهم. انا في رايي المتمردين نفسهم لو اتبعوا الاسلوب السوفت باور، شو حصل في الجنوب ولا شنو؟ بالقوه اخذوا الانفصال وكذا، ما نموا نفسهم، ما طولوا نفسهم، لما مسكوا البلد صراحه شديد جدا. طيب البترول برضه ما ادانا حاجه، شنو البدائل؟ البترول ادانا لكن ما استغل الاستغلال الصحيح. يعني تعيدنا نرجع تاني للبترول؟ لا ما نرجع للبترول، لكن طيب. انا رايي شخصي، انا قدمت اقتراح يعني حق يكون السبير هيد ولايه السودان تكون منطقه حره، السودان ما استفيد من الميزه بتاعته الجغرافيه. السودان بلد غني، انا رايي السودان بلد غني ليس فقير، السودان فيه اراضي، فيه مياه، فيه اسناد كبير جدا من المعادن. يعني زراعه؟ زراعه يعني؟ لا الزراعه في غير الزراعه، في انت لين عندك السودان دي مثلا، السودان ده دكان ناصي الافريقي. السودان ده مبلغ استراتيجيا وضعه الجغرافي سياحه وغيره. لا تجاره بنوك، بس حولنا ولايه السودان البحر الاحمر كلها 114 متر كيلومتر مربع، حولنا لمنطقه حره. فيها بنوك عالمية، فيها صناعة، فيها خدمات، فيها سياحة، فيها ترانزيت، شركات تجي زي جبل علي في المغتربين حيمشوا يقتربوا هناك في البحر الأحمر. أستاذ عروة حتفتح مجال ضخم جدا، والسودان دي جاي من أوروبا لحد إن شاء الله أقصى. نعم في إمكانية، زي افترضي في بيتك أنت طالع فيه دكان لاسع ممتاز جدا. دكان لاسع؟ نعم دكان لاسع تربح أرباح خيالية. واحدة من مقولاتك يا أستاذ عروة قلت إنه السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، حنعرف فهمك شنو لكن بعد الفاصل، خليكم معنا مشاهدي. مرحب بكم من جديد مشاهدينا، وفي قبضتنا اليوم بنرحب من جديد بالكاتب الصحفي والناشر الأستاذ محجوب عروة. مرحب بك مرة ثانية، وقبل الفاصل قلنا إنه استشهدت بمقولة شهيرة، السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. هذه المقولة قالت تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، وكلامه صحيح. أن السلطة المطلقة ما في فرصة للحوار والمشاركة، بالتالي السلطة تحمي الدبابات والأمن والأجهزة القمعية، ولا يمكن تعطي فرصة للرأي الآخر، بالتالي تؤدي المفاسد، لأنه الرأي الآخر محافظة الفساد، الدعوة للكفاءة، الدعوة للمشاركة السياسية تكون مفقودة. في رأيك الفساد في مجال في المجالات كلها ولا في مجال معين؟ كل مجال، المالي والأخلاقي والمجال كله يعني. يعني ربنا قال يعني أي قرانية يعني ما تدوا أماكن للحكام. طيب أنت لما شاركت بتطبع في السلطة، سلطة فوق ماسك كل حاجة. أنت ما شاركت في الحاجة دي ما كنت عارفة من بدايتها؟ أنا ما شاركت هذا متين. كنت جزء من الإنغاز في البداية، لكن بدايتها ما كنت عارفة هي جت بدبابة. أيوة دي هنا كلامك صح. أنا بديت أعرف فيها وبديت أتكلم عنها في السودان الدولية، نسميها إغلاق السودان الدولية. بديت أعرف فيها في الإغلاقات في أول أيام، كانت ما كان فيها حاجة فساد، بل تصل مظاهر الفساد. ما الفساد لكن سياسة التمكين وغيره وغيره كانت موجودة. سلطة احترازية، اعتقالات وكذا، انتقدتها. لسه مقفلة السودان. السودان الدولية، السودان الدولية. الآن البرلمان ما عنده سلطة، هم احتووه برضه. هو سلطة. سلطة سلطة. البرلمان سلطة؟ سلطة. 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 رغم من يغب على راسه يعني انه من القيادات الإسلامية. سلطة يعني ما في فصل سلطات. الحكم الرشيد بيقوم على شنو؟ فصل سلطات. جهاز القضائي، جهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي صح؟ والصحافة سلطة معنوية سياسية. سلطة رابعة مش يعني؟ سلطة بمعنى الصحافة سلطة أضعف بمعنى، والبرلمان ما في سلطات نفس الغالبية رغم أنه دلوقتي فيه معارضة يعني معارضة ضعيفة ما في سلطات يا إخواننا يعني غالبية البرلمان هو بوغ للسلطة؟
بغل السلطه بتعتبره بغل السلطه على البرلمان خديوني البرلمان فدلي انا فدلي وزير ولا حكم لا وزير ولا 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 وقف يعني سياسه ولا سقط ميزانيه. طيب انت بتتكلم عن الحوار يا استاذ عروه البرلمان ضعيف ما هي في ناس هسه يجوا بعد الحوار دخلوا فيه وده ما يغيروا شويه مع البسيط يعني ما بس كثير ما حسب انه اتمنى يستر يعني انا طبعا رايي انه يعني انا ما دعات الانقلاب صعب الانغاص بتطوير الانغاص بس ما ايفولوشن نوت ريفولوشن تطور سياسي ودستوري افضل من افضل من السلطه السياسيه والعسكريه بتهاجم الصحافه لسه يا استاذ عروه بتقول سلطه يعني دي ما يساء للصحافه قبل كده قلت غير محترفه والقنوات هردبيس لا قلت القنوات هردبيس ده ما يساء للاعلام كله يعني انت جزء من الاعلام والمنظومه دي انا بقول ضعيف ضعيف ما قلت ضعيف قلت القنوات هردبيس القنوات الحكوميه ايوه انت قلت القنوات ولا شيء ولا ما قاعد اشوفها وقلت الصحافه غير محترفه ما قلت القنوات يعني انا بحترم يعني بعض هذا هسه قلت الصحافه سلطة وقلت قبل كده الصحافة غير محترفة كل الصحافة انت جمعتها كل الصحافة كل الصحافة الآن الموجودة معظم معظم ما في صحافة احترافية واحدة واثنين انت بتقصد الصحف ما الصحافة عامة منو 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 يعني في جرائد شوية عندها استغلالية زي منو يعني صيحة تيار جريدة دال شنو مشكلة يعني عنده شوية استغلالية شوية يعني السلطة ما عندها أي رقابة ما عندها رقابة ليه قبلها في رقابة قبلية قام عملها بعديها طيب بعدين بعديها اسير رغب بعدي بعديها زي ما كان رغب قبليه يقول جرا افضل القبليه ولا ياتي والله نسيات القبليه طبعا افضل شويه من بعديها ليه لان بشيل الماده بعد ذاك خلاص ما بيسالوك البعديه لو تقتل بعدين يصدروا بعد يومين الحوار خفت يعني الان في نقله سياسيه راح اعترف بذلك يعني انت مع الحوار مع الحوار بشده انا ضد الثورات وضد الانقلابات وضد العمل العسكري دائما قبل عملنا ثوراتين عملنا فين شنو اكتوبر 85 ما عملنا فين شي صح نعم دائما لما انت هاجم زول بتقول له اتق الله يا فلان في كتاباتك قلت اتق الله دي لناس كتار ولا لكم شخصيه بالذات انا عارف اسمع علي معلوم مشكلتك معه شنو لا انت قلت علي كان قال كلام يعني قال الدول ما مهتم بمعاش الناس قال ما تهتم قال ما من ما مش مشغوله انتقدت في دي يعني نعم قال شغلهم هم مشروع الحضاره الاسلامي بعدين نفع انتقدته في انه عمل تصريحات حاده الحسكوعه ممكن الحسكوعه نعم يا ربنا قال يعني 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 الذي بينك وبين عدوك انا ولي الحميم اقول انت بدعو للحسنى بدعو علاقتك بنافع كيف دلوقتي عادي كويس الانتقالات اللي حصلت لكن انت وقتها ما كان في مشكله يعني انت دي كانت القيادات لو كانوا ضدي يعني لا هم كانوا ضدي نافع العثمان او الجاس ضدي بشده من الغاز بس لكن انت ما انتقدت علي ونافع بس يعني عندك انتقادات مسلسل بتاع انتقادات لا انا بنتقد سياسات ما بنتقد ناس انتقاد علي ونافع لانه قالوا كلام خلاص انتقد لكن انتقادك لعلي بعد ذاك استمر والله انتقدته كان قبل ما كان نائب كان نائب كان 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 رئيس الجمهورية انتقدته فيه علي بيحب السلطة ما في ما يحب السلطة يعني انت ليلة ما بيحب السلطة لا مين اللي ما بيحب السلطة لا انت لو ادوك الليلة منصب ما حتحب السلطة والله بحاول اصلحها يعني ما حتدخل في المرضى دي بتاعت حب السلطة الله الله ينجيني ممكن اي ممكن اصل كده اي ممكن احرف طيب ما تديهم تبريراتهم وكده انت ده ما قلت تكون اجتهادات اخدهم اجتهادات منهم قاطعة انا احسنت الظن وتكون اجتهادات خاطئة كان اجتهاد خاطئ تنتقده اتهمت على عثمان بانه هو اللي وقف لك السوداني والراي العام والله بيقول صح هو نافع والبشير او الرئيسات كلهم ما كلهم جرت القلم لكن قالوا من الترابي كانت الترابي وقف لي السودان الدولية 94 رغم انه علاقتك لما حصل محمد طه شكل مع ولده زكري وحصل ضرب رصاص وكده قلت انه الازمة الترابي وقف قلت انه الازمة الاقتصادية سبب الترابي الازمة الاقتصادية طبعا الازمة الاقتصادية هي انعكاس انعكاس لاوضاع سياسية لما يكون معظم الاموال تمشي للحرب فضل التنمية شنو؟ تلاقي 80% من الميزانيه لكن ما تقدر لك تعمل تنميه بدون ما توقف الحرب يعني حادي ما توقف سياسي اسباب سياسيه وطرق سياسيه كيف متعبت الزلات عمل عداله في السلطه ثروه شارك الناس ادوا حرياتهم يقول رايهم لا لكن اول ما جات الانقاذ جات بفكره انها تحارب الكفار وقالت امريكا كافره دي للناس اللي بده القروش يعني هذا خطا لكن يعني انت شايف انه خطا دفنت سياسه ما كنا محتاجين القصه دي ما كنا محتاجين لها كان ممكن نعمل شنو كان ممكن نكون نظام قومي
ديمقراطي مدني. صحيح ال 100 يوم الاغنيه دائما يكون في نوع من التامين للسلطة. طيب. بعد ذلك انا كان رايي انه حريه الصحافه، حريه سياسيه، حريه اقتصاديه. تنفي ورثتين يكون حرات، والتدورات يكون حره، والرجال يكون حره. طيب كانوا حيغفروا لكم بعد ده حتى لو عملتوا ده؟ كان ممكن يغفروا لكم الانقلاب؟ والله كان ممكن، ليه ما انقلاب في العالم على كله كان في انقلابات، بس المستدين ما السيسي ما عمل انقلاب بس ما غفروا له؟ نصب سيء يعني السيسي ده الانقلاب وضعه صعب. الانقلاب هو في حد ذاته لا السيسي ما عمل انقلاب ضد السلطه الشرعيه؟ لا السيسي الانقلاب ضد السلطه الشرعيه؟ في انقلاب في حد ذاته ما خطا؟ خطا. طيب خطا. الرقبيه قلت انه في حاجتين دفعوا للنايم، قرن 85 كان احسن له يخط السلاح يعمل حزبه يحاول يعمل دار يعمل قرن مناطقكم مضطهدة والشمال كان بيضطهدوا وانا ما مضطهدين في خرطوجة من كيف يعني وقتها انتم ما كنتوا مضطهدين وقتها مضطهدين في خرطوجة مضطهدين وانتم شاركتوا حتى مع الحل شنو؟ الحل شنو؟ هل حله يشيل السلاح الذي كان شنو؟ انفصال الجنوب وحرب بين الدينكا والنوير حرب طويلة ما تعلمتوا وداني اتعملت وين؟ في دارفور والمناطق الثلاثة الآن خطأ كبير خطأ في خطأ شنو ما في دور بيفكر الحركة الإسلامية؟ أسف ما في شورى شورى خالص؟ يعني في كفاءات لكن ما في شورى؟ ما في شورى في كفاءات قبل الناس كان في شورى كان في مؤسسات كان في مكاتب تجتمع هو ما سمكتب الإعلام أنا حسين خوجري وحمد حسام مكي ومجموعة من الناس يعني طيب. بنقعوا ونشتغل مع بعض ومسألة إعلامية كان في شورى في مستوى مجلس شورى فوق مكتب تنفيذي كان في نقاش احنا تربينا من 65 على شورى لكن بعد النقاش وقف ده كله أصبحت ليه شايفين الباقيين رأيهم ما مهم؟ والله أنا رأيي اختطفت ليه ما عملت حاولت تعمل حزب اصلاحي زي ناس غازي صلاح الدين انت قلت غازي تاخر لا والله في جماعه كده في جماعه اصحابي دخلوا في حزب السنة الجديد قالوا تعال معانا ساعدنا شويه اصدقائهم مالي عامل اسمه حزب السنة الجديد سنة جديد ده واحد بقرن ما له افكار قرن لكن التعليم الحريه ما اسلاميين هم عاديين ناس عاديين عاديين فقال لي يا اخي تعال امسك لنا في الاقتصاد في الاقتصاديه ساعدتهم يعني لو انا متكتف في الاقتصاد وراينا حزب السودان الجديد ان يكون السودان الجديد ليس السودان القرنق انما السودان العلم السودان الاصلاح السودان العداله السودان التنميه السودان يعني تبع المعرفه ده هيحصل عبر الحوار اللي انت عامله نصل لسودان جديد كيف؟ ها؟ نصل لسودان جديد كيف؟ والله رايي بالتعليم التعليم النوعي التعليم النوعي في الحوار ما حصل شيء جديد بالنسبه للتعليم الصحه نفس الشيء في الميزانيه والله ما في جديد نفس الحكايه انا بتذكر في بدايه الاغاز دي كان رايي انكم في يتم حاجتين الاعلام والتعليم الانسان البشري اللي هو يعني العنصر البشري الياباني تبدا العنصر البشري طورت مش كده؟ كان حتى اتذكر دخلت مع شخصيه كبيره اسلاميه فقال لي اخسيبكم بلا اعلام بلا تعليم بلا مش ازرعوا وان شاء الله قال ازرع اولا قال اقرا منطق واحد غير مولد حقول شخصية كبيرة ضروري يعني شخصية كبيرة كبيرة قدر شنو بالسلطة يعني كبيرة في الإسلاميين دي قلت 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 ما جنون يا أخي شوف إعلام وصحافة وبلا قلت الله قال أول إقرأ قال أزرع قال إقرأ يعني الناس الكبار دي العلم صح؟ طيب الإنسان الطاقة طاقة الإنسان هو الأساس طبعا اليابان نمت بالقوة البشرية جميل كوريا تعليم اليابان البرازيل كل إناء بما فيه ينضح ده بمعنى إنه الناس في السلطة ديل جاهلين ما قلت جاهلين تقديراتهم خطأ ما بحيث ما تقديرات في زول في الدنيا الآن بيقول والله التعليم ما عنده قيمة ما هو الأساس والإعلام ما هو الأساس عمل صورة التعليم العالي فشلت كلها فشلت نعم فشلت لأنه الأموال ما مشت للتعليم يعني نسبة التعليم كم الأساسي من الاساسي ولا الثانوي ولا الجامعه يعني للتعليم نسبه ضيقه في المجال طيب عملت شنو انت داخل الحوار يا استاذ محيوب عملت شنو غيرت شنو مع داخل الحوار دلوقتي نفس الشيء قلنا راينا قلنا راينا قلنا راينا وانا رايي الشخصي حتى قلت المعارضه قبل في لندن يا معارضه يا حق دارفور استعذوا بتنظيم الجنوب بتشيلوا السلاح الجنوب شالوا السلاح اهملوا شعبهم صح؟ لو كان يتم بتعليمهم من زمان 50 سنه كان انما شعب متعلم مش كده؟ شالوا السلاح وفي النهايه يتحاربوا دافعوا حصلت المشكله بدا يشيلوا السلاح ويتضاربوا يكونوا هذول قوه حفتر وغيره والاداه الدوليه جابوا السلاح وشدوا البلد علموا اهلكم دي استناره والتعليم لو جات حكومه ثانيه وطبقت لو جات حكومه ثانيه بانقلاب او بغيره نعم وطبقت كل ما تحلم به نعم
حتأيدها حتى لو كانت شيوعية؟ طبعا ديفرنت. حتى لو كانت شمولية؟ شيوعية. الشيوعية ما ضد ضد الشيوعية ضد الحرية الحقيقة. حتى لو أدوا الناس حريات أنا بتكلم تطوير الحرية بالدول ولا الحق؟ ما أدوه للناس يعني الحق ده أدوه للناس. نعم. والناس اقتلعته بغض النظر، هل أنت حتكون مؤيد لدولة علمانية؟ أيوة. تماما ايوه ما عندك حريتهم حريه هم الان العلمانيه دخلوا ما هي العلمانيه الان العلمانيه بفاقد وفاء اردوغان هي محايده تجاه الاديان تجاه الاخرين يعني ما تكون دوله دينيه ما دوله مدنيه يعني بتحفظ الدين عن لكن أيوة. لا اردوغان قاعد يطبق بعض القوانين عشان يفرض دوله اسلاميه جديده والناس الان بتنتقده والله انا ما افتكر اردوغان عمل كده اردوغان انا قلت تركيا دوله مدنيه حره في الحريات العادة الخمرة هذه الخمرة والعادة جامعة يعني نرجع زي زمان قبلي ما بقول نرجع طبعا طالما انت مشيت قدمت لك قدام قدمنا حريتهم ما تمشيلهم في بيوتهم تهاجموا في بيوتهم جسز عليهم ممكن نفتح بارات من جديد؟ لا ما صح طبعا هل بتفتكر انه ممكن تجي حكومة هل في اوروبا ممكن اسمع افتح لي محل بتاع مخدرات؟ ليه؟ لكن في تجار في تجار بيسرقوا المخدرات لا قبضهم يسرقوا لكن ما بيقولوا اسمح لي المخدرات افتح دكان ومحل بتاع دعاره ما بسمح مكان جدار صح؟ في ترخيص لكن محلات دعاره في ترخيص يا سعد في ترخيص لمحلات دعاره وين؟ وحتى في اوروبا لا الدعاره في ترخيص في اوروبا ترخيص مقنن بالعكس حتى بيقولوا انه البنات اللي بيشتغلوا في الحياه دي بدون رخصه يعني انا بتكلم عن انه انت عندك من المقدره والشجاعه انك تفتح لاي شخص تديه حريته لو جاءت دوله جديده والله الحريه دي قيمه مطلقه انظمها بس تنظيمها هل بتفتكر يا يعني استاذ الدوله هي صاغه لتنظيم الحريه تنظيمها بالشريعه الاسلاميه ولا بالدستور ما هي الشريعه الاسلاميه شنو شريعه العدل مش قوانين جلد وقوانين تاعت صلب وجلد الشريعه عاد way of life ثم جعلناها شريعه الامن way of life طريقه الحياه وليس قوانين تاعت جلد في ناس طريقه حياتها انها دايره تشرب خمر دايره تلبس الدايره ايوه تشرب خمر لكن ما طالع في الشارع سوق عربيه يقتل زول هل ده حريه؟ هل ده حريه يسكر يمشي يقتل عربيه يقتل زول بريء طيب استاذ عروه هل بيفتكر انه ممكن تجي حكومه ما محبه للسلطه او هدف الاول والاخير السلطه؟ هو اسمع من خلال قرايتك للاحزاب لا هو السلطه دي التاجر يحب التجاره والقروش طيب العلم يحب العلم صح؟ أبي السلطة يحب السلطة طيب من الكوارث سياسة التمكين نظرتك ليها بتنظر لها كان خطأ كبير جدا جابوا شخصيات للولاء الشخصي وليس للكفاءة كتبت فيها في البداية؟ كتبت كثير ضدها؟ ليتم مدى خربت؟ ها؟ خربت الخدمة المدنية خربت الاقتصاد خربت الحياة العامة لأنه بيجيبوا شخصيات لمجرد ولاءه ما لكفاءته ليه كان ممكن يدربون ويبقوا كويسين؟ وتبقى فلان من دربيش قال ما ده حق يا اخوان ما عنده حق نعم الحين الصالح العام يجيبوا في الوزاره يجيبوا في الوزاره من برا كده ليه ما قاعدين في الوزاره ليه ما يترقبش الوكيل الدائم زمان يترقى حد ما يقول الوكيل الدائم صح بتعرف لك مسؤولين فاسدين اوه ايه عارف كتار في وقت ما ممكن تفضحهم ان شاء الله بيشيلهم طيب خايف من العقوبات عندك في 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 في. عندك ما خايف عندك مستندات تثبت صار كثير موجود ما خايف؟ أنا مهتم بشنو؟ ما بكتب لي حاجة ما بتأكد منها أنا سياسي في الجريدة أنا كتابة ما بكتب حاجة ما بتأكد منها أنا قد تكون خطأ مش كده؟ لكن بكتب في السياسة العامة تم اعتقالك قبل كده تجربة اعتقال في بيوت الأشباح أي 94 كيف تصف الأشباح بعيون معتقل الإسلام؟ لا حاجة سيئة قول لنا أثرت عليك نفسياً؟ أنا عند ربها داني خاصية بمتص أضرب جسمي دلاته بمتصها كثيرة جدا استفدت شنو من التجربة؟ استفدت منها أنه يعني عرفت كيف السوء التعامل كان بيحصل شنو؟ كان بيحصل أنت هي سيلز صغيرة زلادين صغيرة المكفول فيها لحد ما يجيب أكلة كده زي الكلب كده يخط لك الصباح زي الكلب كده صوت الصلاة صوت الصلاة أتوضى وصلي ما مسموح تتحرك برا كان في أساليب تعذيب؟ يعني كنا نتحرك في سجن كوبر مفتوح ما في أساليب تعذيب؟ والله يقال في أنا ما حدثتها شخصيا ما حدثتها يعني ما مورست عليك؟ أنا شخصيا أنا التعذيب المعنى أشد من التعذيب الدقوني كان أخير أصلا توزيع المعنى والشتيمة ودعمي ليه ما وثقتها في كتاباتك هذه التجربة؟ والله كتبتها لكن
للاسف الكمبيوتر راح ولا الكمبيوتر راح ولا روحه؟ والله يا ابو الاستاذ العربيه بس سرقوه العربيه. استاذ عروه، ليه الاسلاميين بيخافوا من الذين يخرجون منهم؟ ممكن الاسلامي يخاف اكثر من الاسلامي اللي كان معاه، من يخاف من شيوعي ليه؟ لانه الاسلاميين كانوا معاه بيتاخذوهم طبعا مثل دول اهل البيت يعني. وبيملكوا اسرارهم. وما اين اسرار؟ هو ما في اسرار؟ صدق ما في اسرار بس كتاب مفتوح. ما في اسرار، اي يعرف اي حاجه. انت عارف اي حاجه، كتاب مفتوح ما بيسكتوا. في ملفات فساد غير معروفه. في وفي معروف. كوارث الحركه الاسلاميه غير سياسه التمكين. بعينهم بيرقبون في. كوارث الحركه الاسلاميه غير سياسه التمكين، شنو؟ التمكين طبعا والاعتقالات وعدم الحريات. وكمان السياسة الخارجية، خوفة الآخرين، العالم، مصر، السعودية، الجزائر، خوفتهم. انت قالوا الإسلامية. لك ان قبل كده عميل للسعودية ومصر والآن مصر مصر مدى 94 به سبب هو ما عميل، هو خطاب إداري عادي عشان يوزع الجريمة في السعودية. وقاموا يحكموني شدوا الله يرحمه، قالوا ده ما انت جاوب إداري، ما جاوبت على مخابرات، شدوا كان كويس والله يرحمه. بس شعبك في التلفزيون هذه مشكله، ده تعذيب اكثر من تعذيب اكثر من كده. انت قلت في لحظه ما انا قبلت بالتعويض اللي ادوني له، لانه اي شخص كان بيبعد عني صح. الناس كانت بتنفر منك، كانت تنفر، خايفين مني. مواقف زي شنو حصلت؟ يعني مثلا حاولت، كان مثلا ادونا لما جيت التعويض واحد قال لي مشي، ما حد يقول شيل اغراضي، شيل اغراضي، كان ده شيء سيولات حرق بيع، طلعت بعت اقول له لا انا داير اعرف اللي بينفروا منك دايما كانوا يعني. يعني اصحابي كثار بعرفهم زي كلهم رجال اعمال اصحابي كذا هاي خايفين منك. خايفين يقولوا كنت مديون العذر؟ والله ربنا غفور رحيم والذر، يعني بيتجاوز الانسان بيتجاوز. حزين انه المجتمع السوداني ما زال حاره؟ والله للاسف الشديد في ناس ما زال حاره، للاسف الشديد. شرفتنا ونورتنا كثير يعني. هل بتعتقد انك قلت قولا حسنا او حسنا ولا قبضك؟ والله اتمنى لو قلت لي زول هذه انت اطول مغفر يعني. كيف القبضه كانت؟ القفله؟ القبضه خلاها مستوره. شكرا جزيلا لك، شرفتنا ونورتنا كثير، كل سنه وانت طيب. الله يبارك فيك. شكرا لبنى، شكرا للناس، وشكرا مشاهدينا. الى قبضه اخرى في امان الله.